عام التسامح، وبما أننا في أرض الإمارات أرض التحديات نستقبل اليوم ضيف عزيز علينا اللي خبرتكم عنه قبل الفاصل. ضيفنا هو من جنوب أفريقيا وهو مدرب صقور سيد جيمس أورتيل. مرحبا بك معنا في الوثبة والناس. السلام، thank you for having me. شكرا على استضافتي. جيمس لم يأتي يعني لوحده، جاء معها ضيفة عزيزة اسمها أميرة، صح؟ A special guest, Amiri. ضيف عزيز، نعم، وطير هدية بالنسبة لي، وهي جزء من شركتي وهي ملوك الصحراء في هذه الشركة، ونحن مع الناس دائما أقوم بما يجب يوميا معها، ويمكن أن نقول أفضل شيء. أنا أتيت من جنوب أفريقيا، لدي خبرة كبيرة في الصقور، ولكن احتضنتني الإمارات وعملي نما هنا، وليس فقط للإماراتيين ولكن أيضا حتى للأجانب والمقيمين هنا، لأنه سعيد بأن نكون هنا نشارك في البطولات وأيضا نرى ينمو أيضا. إذن لنتحدث من البداية، يعني أنت ربما قبل البرنامج أخبرتني أن أنت عندك هذه ما بسميها هواية، لكن هذا الشغف في الصقور وتربيتها منذ الطفولة، يعني تناقلتهم بالأجيال من الجد إلى الأب إلى أنتم الأبناء هناك في جنوب أفريقيا. لو تحدثنا عن هناك في جنوب أفريقيا كيف تقومون بتربية الصقور؟ في جنوب أفريقيا انطلقت مع والدي أيضا في عام 83 قبل حتى أن أولد أنا، وكان شغفا بالنسبة إليه منذ كان عمره 12 سنة، وأميرة تبدو أنها سعيدة جدا بوجودها هنا. جميلة. وانطلقت مع والدي، وهو قد علم نفسه قبل أيام جوجل، وذهب إلى المكتبة ووجد بعض الكتب وتعلم شيئا فشيئا حول هذه العلم. والآن كانت في تلك الأيام الصقور ممنوعة، ولكن أعتقد أنها أصبحت تدخل وأصبح رياضة مفتوحة في جنوب أفريقيا، مقبولة من قبل الحكومة أيضا. وكبرت في بيت أين كانت الصقور شيء عادية معنا، ولكن دائما في البيت متواجدة، ووالدي كان هو الذي دعاني وأدخلني إلى حتى بعد المدرسة كنا نذهب إلى المزرعة، بعد ذلك نروح نصطاد أيضا، و كان شيء ممتع بالنسبة لي في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك أصبح عملا بالنسبة له، وأنا بدأت أساعده في ذلك، وأنا سعيد أن أجد نفسي اليوم في الإمارات وأحيا حياتي هنا. جميل. منذ متى قدمت إلى الإمارات؟ في أي عام؟ كان ذلك في 2014. أعتقد الوقت يطير بسرعة، وأعتقد أنها والأمور تنمو دائما بالنسبة لي وبلي شغفي. إذن حدثنا عن هذا الشغف، كيف نقلت إلى الإمارات؟ شركة ملوك الصحراء المتخصصة ب يعني الصقور والصقارين أو حتى الزوار أو حتى الأشياء الفعاليات التراثية اللي تشاركون بها، شو وظيفتكم تحديدا مع ملاك الصقور أو أنتم تحديدا ك يعني موظفين في هذه الشركة؟ بدأت شركتي أنا شريك فيها، وأيضا نعلم الناس حول الصقور، ليس فقط السياح ولكن الأجانب أيضا الذين يريدون أن يعرفوا ذلك حتى في المدارس. ربما تفاجئ من الأجيال الجديدة من الإماراتيين يريدون أن يتعلموا وأن يعرفوا، فنحن ننتقل إلى المدارس ونعلمهم كيفية التربية، أيضا تربية الصقور، وهذه أيضا مثل شاهين المعروف هنا، لأنه شاهين في جنوب أفريقيا.
الصقارة والصقور وأنواعها سلالاتها كيفية الاعتناء بها كيفية حملها أو إطعامها حدثني عن هالموضوع. مع التربية أيضا وبعد التقديم التربية مهمة جدا لأن فعلا تهتم بشيء إذا فهمته لذلك التربية والتعليم شيء نركز عليه كثيرا من انطلق من شبان أطفال حتى يرون الصقر وأصبح لهم ذلك الاهتمام ثم بعد ذلك هم يقررون ربما بعد المدرسة بعد انتهاء أوقات الدراسة ربما يريد أن يكون صقارا أو يهتم بالصقور ولذلك نحن نأتي إلى المدارس ونقوم بتقديم أيضا ماذا يفهمون ماذا يفهمون حول مثلا استخدام الصقور أيضا بالنسبة للبدو كيف يستخدمونهم ويصطادوا بهم وأيضا ثم بعد ذلك يتقاسمون الأكل معهم أيضا نفس الشيء ولذلك يفهموا أن ذلك الاستدامة في استخدام الصقور وشيء أيضا بالنسبة للبدو كانوا يدربونهم في 7 أيام من الحياة البرية تماما بعد 7 أيام ثم بعد موسم الصيد يشكرونهم ويطلقونهم أيضا مرة أخرى لذلك هذا شيء مثال رائع جدا نتقاسمه مع التلاميذ نأخذ الصقر من الطبيعة ولكن نعيده إلى الطبيعة مرة أخرى لابد أن نتدرب لابد أن نعلمهم كيف تطير هذه الطيور وكيف يستمتعون أيضا وبعض المتطوعين يأتوا إلينا وربما مثلا يكون عيد ميلاد أيضا ننتقل ونذهب أيضا هناك صقر آخر اسمه حبيب ربما سأأتي به يوما من الأيام ولكن هناك تفاعل بين الطيور وبيننا نحن نفهم ماذا البرقة ولماذا نستخدم البرقة لأنه ليس عقابا لا تخشون ذلك هو فقط أن يكون مرتاحا مثلا في السيارة عندما نقود السيارة ربما يتعب وأيضا بالنسبة للمخالب وماذا كيف نستخدمها وما هو الفرق بين الصقر والنسر وثم بعد ذلك هناك أشياء مختلفة تماما بينهم ولكن أيضا بالنسبة لهذا الطير الصقر محبوب جدا في البلدان الخليج العربي لذلك أتيت بأميرة اليوم ولكن هناك عائلة مختلفة من الصقور بين الطيور ولكن هذا شيء جميل جميلة هي أميرة جيمس حدثني عنك وعن خلينا نقول زملائك المتواجدين من الأجانب من جنسيات مختلفة حبهم للتراث الإماراتي نقلهم لهذا التراث والتعمق فيه العمل فيه وأيضا الحياة في الإمارات كيف هي سلسة سهلة التعايش وأيضا هناك هذا الاحترام المتبادل بالنسبة للإمارات احتضنتني بطريقة رائعة وأنا أشكر أيضا السيد التركي الذي استقدمه وبالنسبة للصقور ستعرف بالنشكوك إرث إنساني ولذلك هناك العديد من الأمم التي تعملها في هذا الموضوع وهناك مثال بسيط إذا نظرنا إلى هنا نرى هذه من الحديد يتحرك ويلف لذلك نشكر اليابانيين الذين اخترعوا هذا لأن بالنسبة للصقر هو إرث وطني ولكن أعتقد أن العالم كلهم تعلم من بعضه البعض في هذه الصقور بالإماراتيين أيضا والصقور عندما شاهدوا لأول مرة مثل أميرة هي أيضا كانوا يرونها بالطريقة هي تأتي من غرينلاند مثلا من سكندنافيا أكثرهم ولكن يحبون أيضا لأنها كبيرة وضخمة في الجثة وأعتقد لأن الكبير يصطاد صيدا كبيرا أيضا يأخذ الحبارة مثلا وهذا هو تحدي أميرة كيلو ونصف بالوزن وأعتقد أن هناك تحدي أن بإمكانها أن تصطاد حبارة التي تزن 5 كيلوغرامات أو حتى 6 كيلوغرامات لذلك الإماراتيين الصقرين الإماراتيين عندما أتوا بهذا النوع من الصقور هنا تعلمنا منهم الطريقة التي يطيرنا بها الصقور ولكن أعتقد أن هناك تقارب
التقاسم في كلها، ونريد أن نشجع الصقارين الجدد، لأنك إذا شجعت الشبان أعتقد أن الرياضة تستديم معنا تماما. لذلك نريد هذه الرياضة أن تنمو أكثر، وأريد أن أقول أن الصقارين أيضا هنا كلهم شبان، وأيضا بعض الشابات التي دخلنا في هذه الرياضة أيضا. وأعتقد أنه في بطولة الذهب في منغوليا أيضا كانت هناك شابة وقد علمت الأطفال كيف ربما يتربون، ولكن نحن فخورون أيضا بكل ما قمنا به. أنا جيمس يعني سعيدة جدا بتواجدك معي اليوم، سعيدة بهذا التثاقف أو المثاقفة بين الحضارات المختلفة والبلدان المختلفة، كلهم يعني نقول يتفقون على الحضارة الإنسانية أو التراث الإنساني المتعدد في دول مختلفة، لكن كل دولة لها طريقتها في يعني التعامل معه وأصقاره من هذه التراثنا الأصيل هنا في المنطقة الخليجية وتحديدا في الإمارات. وتواجدكم أنتم يعني في بلادنا، احنا يعني سعيدين بوجودكم، سعيدين بأنتم تحاولون أيضا تطورون وتساهمون في استمرارية هذه الرياضة التراثية بين الأجيال. شكرا على تواجدك معنا. سؤال أخير بختم فيه مع يعني الحلقة، بعد ما ينتهي موسم نقول السباقات، هل هناك عمر للتقاعد للطيور؟ ماذا تفعلون بهم؟ كيف يتم الاهتمام فيهم؟ سؤال جميل، سؤال جميل. بالنسبة للصقور مثلا، أميرة الآن عمرها 4 سنوات، والصقور يصلون إلى سن السنتين يعتبرون في التقاعد، لأنه أيضا متطلبة جدا هذه السباقات. ولذلك بالنسبة لي مكان في ملوك الصحراء، لدينا مكان نعتني فيه بالطيور، لدينا بعض المتطوعين الذين يأتوا أيضا وبعض الناس، وربما أيضا يستبنون حتى يتعلم بطريقة ويعتنون بها. وتجد أيضا ربما مثل أميرة كانوا سباقين، وأعتقد أنه بالنسبة في العالم كله بإمكانهم أن يأخذوا يعيدوا الطيور أيضا مرة أخرى. لذلك نحن هذه الطيور التي تكون من في الأقفاص ربما نعمل معها أكثر، ولكن من حسن الحظ أن هناك استثمار كبير جدا من الشيوخ وكل الصقرين هنا بالنسبة لحبنا المشترك لهذه الطيور. When I watched that fight, I didn't think a crime was happening. Resto not showing any signs of fatigue. He's still throwing punches a mile a minute. Now that bulge under the left eye of Collins has finally opened up. I just thought he ran into a tough guy with a tough punch, and he took the punch, but man, this guy can hit because of the damage it was doing to Billy's face. Bruising under both eyes, Billy Collins. He's in bad shape now, though, right?